من لبنان إلى العراق فاليمن، دائرة النار تتوسع تتعاظم ويتعاظم معها بأس المقاومة الفلسطينية في غزة. للرعب جهات أربع، جبهات أربع راكمت قوتها وأعدت عدتها. من لبنان، حزب الله يعلن تنفيذه العملية الألف كماً ونوعاً وعمقاً، مرسخاً تناسق الوضع العسكري التصاعدي مع غزة، ومعززاً ما تسميه تل أبيب معضلة الشمال التي تعمق أزمتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، مقدماً لها صورة عما قد ينتظرها في أي حرب شاملة. تتخطى العمليات الألف تزامناً مع لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضمن زيارته الرسمية للبنان، وتأكيده من مطار بيروت أن الولايات المتحدة ستفشل بدعمها حرب الإبادة في غزة. من العراق، المقاومة تتخطى التهديدات وترد على رسائل النار بالنار. ضربت هدفاً إسرائيلياً حيوياً على سواحل البحر الميت، منذرة بتصعيد دورها كلما طال العدوان على غزة. وفي اليمن، البلد المكبل بالحصار يهب لكسر حصار غزة واختراق جدر الاحتلال من مسافة مئات الكيلومترات، ويعلن بثبات سياسي وحضور شعبي المواجهة المباشرة مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على اليمن. تشابك، تناسق، تنظيم وتعاضد جبهات وحدت القول والفعل في مواجهة جيش يقر كباره بعدم الجاهزية لتعدد الجبهات. وبينما تتبادل جبهات المحور المفاجآت، يتقاذف مسؤولو الاحتلال تهم الفشل والخيبة والإحباط.